ضيف الدائم غير المرحب به لا يزال يثقل كاهل أهالي دمشق وريفها، فالصواريخ والقذائف استوطنت أحياء العاصمة حتى ألفها أهلها. البداية من الأحياء الجنوبية، حيث سجل سقوط العديد من الصواريخ على مخيم اليرموك، ما أدى إلى دمار كبير في الممتلكات. الحال نفسها في جوبر وبرزة والقابون التي تشهد معارك ضارية بمعظمها، لا سيما على المتحلق الجنوبي وكراجات العباسيين على أطراف جوبر. أما الغوطة الشرقية فتتعرض لقصف بالمدفعية والطائرات بمعظم مناطقها. وفي معظمية الشام يستمر الحصار منذ أكثر من 8 شهور، في وقت أفادت أنباء بسقوط عدد من القتلى في صفوف مقاتلي المعارضة في كمين نصبته قوات النظام على الطريق الواصل بين عدرا الصناعية واللواء 22. في درعا الحارة تواصل اشتعالها مع تجدد القصف عليها من كتيبة المدفعية في بلدة جدية. إلى حلب، حيث بدأ الجيش الحر معركة السيطرة على مطار كويرس في ريفها الشرقي إثر محاصرته، يأتي ذلك عقب السيطرة على مطار منغ العسكري. هذه التطورات دفعت ثمنها مناطق حلبية عدة بينها السفيرة التي تقصف بالمدفعية. قصف بالطيران ميغ على بلدة الغنط، فيما يتواصل القصف الجوي على الغنط والحولة في حمص بالتزامن مع قصف براجمة الصواريخ. نغم ربح، العربية.